ديما راجع ديما وين والله يسال هشام دير لعيبه هشام دير لهم دير لهم دوبل في هشام اون فاس هشام. التواجد ديالي هو من اجل حضور ما تبقى من فعاليات هذه الدوره 21 المهرجان الدولي للفيلم. مراكش ماشي سهل، صعيب انك تغيب دوره، فغيابي للدوره الفائته كان لظروف. الدوره انا كنحضر في المرحله الثانيه اللي هي من 7 حتى من 4 حتى 7 بسبب تواجدي في مهرجان اخر بمدينه فاس، وكنت مكرم فيه ما كانش ممكن تغيب عليهم. فشكرا للجنه المنظمه اكيد، و كما قلت للزملاء ديالكم غير 4 ايام في مهرجان من هذا العيار الثقيل، فاكيد كيكون عندك اشباع، ولكن الحلاوه ما كنشبعوش منها، يعني ما كتكرهش انك تحضر من النهار الاول. الخير فيما اختاره الله، يعني نكتفي بهذه 4 ايام راه كافيه ان شاء الله تعالى. اكيد اكيد اكيد، هو تجديد دماء، تجديد طاقة، اعتراف كتجدد التواصل مع الناس، كتعطيه واحد قوة تحمل أخرى، بحكم أن المجال يعني ماشي سهل، يعني شحال من واحد كيقول لك سيداتكم على التمثيل، ولكن نقدر نعطي من هنا من خلالكم غير مثال واحد كان عطاها سي جو مابيل بيان، نسيت بالضبط، ممثل عالمي كان قالها، انه قال ليه انت في حياتك الزوجيه شحال مره كتغاليري مع الزوجه ديالك في السنه؟ قال لي ثلاثه المرات اربعه. قال لي الممثل ملي كتكون عنده حاله مع الزوجه ديالو في اربعه الحلقات مثلا مسلسل، اربعه الحلقات ديال خصو يغاليري، يعني كاين مشكل كبير، كنشاهدوها بزاف ديال المسلسلات او الافلام السينمائيه. فقال لي عندك 15 يوم وانت كتغاليري، يعني هذيك 15 يوم كل مشهد فيها وانت كتغوت، يعني شوف درجه الضغط اللي كتركب على الانسان، شوف ممكن يولي فيها السكر لا قدر الله، ممكن تكون في حالات كثيره، وخصوصا انه الممثل المغربي كنعرفوا غالبيتهم يعني صادقين في الاداء. ف الله يكون في العون، يعني ماشي سهله انه انسان عادي كيتغاوت مع في البيت ديالو اربعة المرات في السنه، وشخص اللي ممثل في مشهد سينمائي كيغاليري النهار كله، وغدا خص يعاود النهار كله، انسي دو سويت، يعني واحد المده ديال هذيك المشاهد ديال اربعة الحلقات اللي كتكون طويله شويه. في السينما بعد الحادثات، يعني بعد الحادثات السير ما كنلومش المخرجين، علاش؟ لانه غير من يبقاو كيعيطوا لك التلفزيون سي ديجا الحمد لله، يعني ثقه كبيره. مي السينما قوه اخرى للتحمل، كيخص ما تدخلش الديكوباج، يعني في التقطيع ديال المخرج تحكم عليه انه يتجاوز او يتحاشى الرجل ديالك، وطريقة المشي ديالي اللي كانت عندي غوطاسيون انتيرن لك تفكرتو، كانت عندي يعني واحد الالتواء داخلي، دوران داخلي. مي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الرعاية الملكية السامية ديال سيدنا القوات المسلحة، فكان تعيين ديال البروفيسور شاكار اللي الطبيب المعالج ديالي من تقريبا شهر 11 2013. فالحمد لله انه بعد عمليات كثيره على الرجل ديالي اللي هي تقريبا 5 عمليات، فالعمليه الاخيره هي ان تم معالجه هذا الالتواء الداخلي، الدوران الداخلي، والحمد لله وليت دابا كنمشي بطريقه عاديه كيف ما كانت سابقا. دابا اللي ممكن تحاسبيني واش كاين تقصير او لا، لانه حتى المخرج مني غادي يعرفها، ومن بين الاشياء اللي في صالحي حضوري لهذا المهرجان مثلا اللي هو عالمي، واللي مختلف المخرجين المغاربه كيبغيو يجيو له، يعني تغطيه اعلاميه تبارك الله عليكم كبيره بكبر مهرجان. فاكيد المعلومه غتوصل لكل شيء، وهذا فرصه انني
من خلالكم كان مرة رابعة. أنا الحمد لله الآن البروفيسور شاغار عمل العملية الأخيرة هذه تقريبا شي سنة ونص أو سنتين، والحمد لله يعني كتمشى عادي، كتجري، ممكن تدير جميع الحركات اللي كنت كتحاشاها، وكتفرض على المخرج أنه ممكن ما يوجهش لك الدعوة، يعني غادي يحاول ما يوضعش الكاميرا على المنطقة اللي هي من الرجل. ولكن الأستاذ علي المجبود إلا كنتو شفتو في هيناق فاستغل الشخصية لهذا يعني إلى أدابتي يعني أدابتي لو بيرسونا الشخصية مع الحالة ديال الرجل، كما سبق له إبراهيم شكيري أنه في 44 بعد كان أول عمل، وكنشكره من خلالكم ولا هو ولا علي مجبود. فالحمد لله أنا كانت خدمت البيرسوناج لا ديال الفقيه في 44 لا ديال الأب ديال هينا اللي هو با علي في هينا لا في 44. شكرا لكم انتما.